أمر آخر توهم أن المشاورة ضعف يخلي الإنسان مستبد. جرب نفسك إذا عرضت عليك قضية تميل إلى أن تستشير غيرك، لو لا تقول خلي أحسن لا أحد يدري عنها وأنا أقرر. ليش ما تخلي أحد يدري عنها؟ لما لا تستشير أخاك الأكبر؟ لما لا تستشير أهل الرأي والحكمة؟ لما لا تعرضها على أهل النصيحة؟ قسم من الناس وهم كثيرون يقول لأنه لو أنا قلت لهم هالشكل بيدرون عني، ويدرون أنه أنا ما قادر أحل هالمشكلة، ما قادر أتخذ موقف فيها، فإذا أنا ضعيف. لا، المشاورة قوة، المشاورة قوة. هذا ما تقوله الأحاديث من الأحاديث الجميلة مع نبينا المصطفى محمد. أنه يقول الحزم، كثير من الناس يقولون أنا أبغى أصير حازم. حازم يعني شنو؟ يعني أقرر قراري وما أتراجع فيه، أتخذ موقف وخلاص أمشي فيه إلى الأخير. يقول لا، الحزم مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. إذا شاورت أصحاب الرأي وشفت رأيهم صحيح واتبعته، هو هذا الحزم. مو أن تنفرد بالقرار لنفسك، مو أن تصمم على الشيء اللي أنت تبغاه وتوقف عنده، هذا مو حزم. هذا بالعكس ينتهي إلى الهلاك، من استبد برأيه هلك. في حديث آخر، من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه. عندك معركة ويا عدو من الأعداء، تتخذ قرارك بروحك وتروح تمشي فيه، تستبد برأيك، يقولوا لك لا طريق هالشكل، الأسلوب هالشكل، العمل هالشكل. طيب تقول لا أنا هذا رأيي، كيفي، مزاجي هالشكل.